متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب في هذا المساء لتعلن انطلاقة شوطنا 17 للإبكار الصعوب. ننطلق على بركة الله وتوفيقه مع الأسماء الحاضرة، مع الشعارات المتواجدة في عاصمة الميادين. مقدمة الشوط والمركز الأول من انطلقت واحتلت الصدارة، وتابع جلمودة مبارك بن خميس بن عامر العمري من يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن من وصلت، من احضرت، من تقدمت بهذا الحضور بهذا التواجد. وتابع في هذه اللحظات انجاز سعيد بن حمد بن مطر المنصوري المركز الثالث، أجياد القادمة راشد بن حمد بن مبارك المهري من يقدم لنا شعاره، المركز الرابع القادمة والحاضرة في هذه اللحظات غاية محمد بن يوسف بن غانم بن أهلي، المركز الخامس الحاضر الجزيرة راشد بن خميس الغويس السويدي من يقدم لنا شعاره، مع المركز الخامس العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول. تتقدم إنجاز، إنجاز يا إنجاز، سعيد بن حمد بن مطر المنصوري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا إنجاز. الحاضرة على الصدارة، الحاضرة على المركز الأول بهذا الشعار الكبير لتتقدم باحثة عن الإنجاز. المركز الثاني جلمودة مبارك بن خميس بن عامر العمري، المركز الرابع أم الثالث أحضرت في هذه اللحظات الظبي سالم بن مبارك بن هديب الشامسي، المركز الرابع الجزيرة هي القادمة راشد بن خميس الغويص السويدي، المركز الخامس أول نداء أول حضور لهذا الشعار لتتقدم ناصية أحمود بن عبد الله بن شامس المحاربية. هكذا النداء، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى إنجاز، إنجاز إنجاز إنجاز. الكيلو الأخير يا مالك إنجاز، يا مالك إنجاز. تتقدم بهذا العرض بشعار سعيد بن حمد بن مطر من يقدم لنا شعاره المنصوري، القادمة في هذه اللحظات الظبي سالم بن مبارك بن هديب الشامسي، الجزيرة قادمة، هنا راشد بن خميس الخويص السويدي من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. احضرت ايضا انتباه سالم بن هلال بن مبارك الاحفاري، لكن العودة الى الصدارة الى الهشامي القادم بكل قوة والمنطلق مع الظبي سالم بن مبارك بن هديب الهشامي. من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم شعاره؟ الخمسمية متر الاخيرة، ياهو غزو، ياهو غزو من الاسماء القادمة، الاسماء الحاضرة في هذا الشوط. جود هي القادمة، جود هي الحاضرة، مع ثاني المراكز سعيد بن ناصر بن حميد الهشامي، الهشامي. ولكن يا با يا شواهين، مبارك بن دغاش بن محمد العامري أعلن انطلاقه إلى الفوز، أعلن انطلاقه إلى الناموس، أعلن انطلاقه إلى الانتصار، إلى الانتصار مع العرض الكبير، مع العرض المميز. مبارك بن دغاش بن محمد العامري قدم لنا، قدم لنا شواهين في الأمتار الأخيرة ليخطف ناموس هذا الشوط. انتباه، مع المركز الثاني سالم بن هلال بن مبارك الإحفاري، المركز الثالث أحضرت الهبيبة عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، والمركز الرابع أوصلت مشاهدينا الكرام جود لسعيد بن ناصر بن حميد الهشامي، المركز الخامس أوصلت متابعينا الكرام الظبي لعبد الله بن عيضة
الكثير من قدم لنا شعاره تهانينا والناموس لمالك شوهين مبارك بن دغاش بن محمد العامري على هذا الفوز والانتصار. قدمت عرض كبير تشكر عليه يا مالك شوهين من قدمتها في الأمتار الأخيرة لتخطف الناموس. 4 دقائق 34 ثانية 7 أجزاء من الثانية تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. أوصلت مع المركز الثاني انتباه سالم بن هلال بن مبارك الحفاري قدم لنا شعاره 4 دقائق 35 و9 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان الحضور والتواجد من الهبيبة عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري توقيته ولحظات وصولها مع المركز الثالث 4 دقائق 37 و6 أجزاء من الثانية. المركز الرابع أوصلت مشاهدين الكرام اللي يجود لسعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي من قدم لنا الشعار 4 دقائق 38 ثانية 3 أجزاء من الثانية. المركز الخامس كان الحضور والتواجد أيضا من الظبي عبد الله بن عيضة الكثيري من قدم لنا شعاره 4 دقائق 38 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا المساء.